ولاحظ ماذا حدث. يعني هو أربيلو الذي يغطي وهو أربيلو الذي قام بقطعه. هو يطالب بوجود تسلل لكن أربيلو نفسه كان يغطي تسلل. ركنية جديدة لمصلحة غرناطة مرفوعة رأسية في المرمى. هدف أول لغرناطة في الدقيقة 22 بالضبط بعد 21 دقيقة و 21 ثانية. ينجح فريق غرناطة في إحراز الهدف الأول يبدو لي عن طريق نوليتو في الدقيقة 22. إذن يتقدم أصحاب الأرض ويسجل غرناطة الهدف الأول في مرمى ريال مدريد وأول هدف في الليغا الإسبانية يدخل مرمى دييغو لوبيز بألوان ريال مدريد في فانيلة ريال مدريد. وهذه هي إعادة للركنية الصعود الممتاز والرأسية الممتازة. من لعبها؟ من لعبها؟ كأنه كريستيانو رونالدو. والله كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو هو الذي سجل الهدف، ليس نوليتو وليس ماينز، ولكنه كريستيانو رونالدو الذي يسجل في مرمى فريقه. طبعا لن يحسب له هذا الهدف في قائمة الهدافين، عنده 21 هدف لريال مدريد، ولكن هو الآن أول مرة كريستيانو رونالدو يسجل في مرمى ريال مدريد.